السبور الموسيقى الأخبار أوزيز فم سمعك التصويرة. مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم مجددا إلى هذه الحصة من سياسة فم. ضيفنا الآن هو الأستاذ ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة برفقة السيد الوالي محمد الأمين الأنصاري. رحبوا بهم الاثنين. مرحبا بكم الاثنين. الله فيك. شكرا. شكرا لك سي ماهر. للأسف بقنا بعض الوقت أكيد برشا ملفات نحب نتحدث فيها أكيد مش نبدو من جابس. أنت عندك في زيارة اليوم في جابس مهمة. الناس يتساءلون عن التجهيزات في جابس. إلى أين وصلت القاعة المغطاة؟ الملعب هل هو جاهز؟ لو تعطينا ماذا في جرابك إلى جابس؟ وشكرا بارك الله فيك. والزيارة تجي بالأساس في منها في إطار مخطط التنمية من ختم المرحلة الثانية اللي بعد مرحلة التشخيص للوضع العام بصفة عامة ثم تقديم المقترحات في إطار مقاربة تشاركية بين الجهة والمجتمع المدني وكل الأطراف المتداخلة في الشأن. وقفنا على أهم المقترحات وبطبيعة باش ناخذ المقترحات هذه نرفعها لرئاسة الحكومة في إطار دعم الجهة من خلال ما طلبته من مشاريع. المناسبة الثانية كانت كنت أنا قررت منذ مدة مع سيد ولي الجهة على أساس نتنقل للوقوف على وضع البنية التحتية في جابس في خصوص المنشآت الرياضية المتوفرة والمشاريع المبرمجة. وكانت مناسبة اطلعنا على بعض المنشآت. أنا نعتقد أن الوضعية الحالية أفضل مما كانت عليه قبل 4 أو 5 أشهر وقت اللي جيت. علاش؟ لأنه أغلب المشاريع اليوم معناها منطلقة وقاعدة تخدم. اللي تمكننا عملناه أولا عندكم مشروع المسبح البلدي اللي معطل وعنده مدة ما لم ينجز. هذا في جرابي 1,088,000 دينار تصبوا اليوم موجودين في الولاية. وهذا المشروع سينطلق قريبا في ظرف أيام قليلة باش ينطلق المشروع باش يكون مع جنبه أيضا المركب الشبابي اللي كان في مشكل عقاري قائم منذ مدة ومواله مرصودة وما كانش موجود الأرض باش يكون بالتوازي مع جنبه. يعني هذا المشروع سينطلق في كلفة تقريبا 1,700,000 باش ينطلق المشروع هذا. أيضا فما تنقلنا إلى الملعب البلدي اللي شفناه زادا الوضعية الحق زادا مقلقة شوية ولكن بفضل مجهودات السيد الوالي ولجنة القيادة اللي تشكلت في إطار الولاية تقدمت الأشغال في إطار تجهيز منافسات كأس الكاف. وهذا مطلب ملح للجهة نجم نقوله معناها توا بما لا يدعو مجال للشك الكاف باش يكون في جبس بحول الله. احنا توا على حسب ما شفنا التقدم قاعد حظيرة الأشغال المنطلقة في كل مكان في المدارج في الملعب الفرعي في معناها تهيئة معناها غرف الملابس كلها قاعدة تمشي اون باراليل. رصدنا له زيدا في جرابي أيضا 370,000 دينار رصدناهم إضافية. ديما تعالى أستاذ كل جمعة طلع علينا مثالي رصدناهم إضافية لعمل التزويق والصيانة ومن الصحفيين وتجهيزات ضرورية. هذا في جرابي أيضا الصبورة اللامعة لطلب العروض تم وتم بنجاح وستكون موجودة إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بحسب معناها الوقت اللي طلبوا تجهيزها وإن شاء الله تكون موجودة. ولون هي الصبورة اللامعة مش عائق معناها مع إقامة المباراة. أيضا عن 1,800,000 اللي هي مرصودة للتنوير كيف طلب العروض قاعد يمشي في الاثنين ان شاء الله قريب ناخذ النتيجه نتاعه ويكمل. عن الملاعب الفرعيه الاثنين اللي بكلفه تقريبا تنهز 600,000 دينار و 570,000 دينار بالضبط زاد كيف الاشغال فيها منطلقه. تنقلت كيف زاد للقاعه المغطاه فيها تدخلات عاجله ان شاء الله نقوم بها صبور لها مع معطبه وعدتهم بصبوره في اقرب وقت ممكن. كيف فيها صيانه للباركيه للارضيه وايضا للدوبير دوبانو اللي موجودين زاد ان شاء الله نوفروا معناها الامكانيه باش نعطيو بانو اخر لانه البانوات اللي موجودين ما يتمشاوش مع نوعيه الارضيه. ان شاء الله اللي يمكننا باش ننجزوه في الفتره القليله هذه وفضل الحق يرجع المولى عز وجل ولول اكيد ولكن لمجهودات السيد الوالي في اللي هو مجهودات الجهه فما خدمه واحنا تجاوبنا معها. الاموال هذه رصدناها بسرعه وزاد السيد رئيس الحكومه مشكور كل ما كنت نطلب ونقول له راهو في حاجه المبلغ اضافي لجابس فكان يذني على طول. الحمد لله اليوم الاراده متوفره. السيد ولي يخدم في خدمة ميدانية كبيرة. جينا شفنا الموجود والمشاريع كلها تخدم. أنا نعتبر الوضع العام قاعد يتقدم وهذا المهم. أنا نعتبر أي حظيرة أشغال إلا كان بدأت بحول الله بشتوفة لمصلحة شباب الجهة وهذا تستحقه جابس وموش
طلب كبير ان شاء الله، بالعكس نزيدوا اكثر ننميوا البنيه التحتيه والرياضيه في والشبابيه والرياضيه في قبس. ايه استاذ ماهر بضياء، انت وزير الشباب والرياضه وعندك اداره عامه للشباب وعندك كاتب عندك كاتب دوله للشباب، احنا نقولوا تو الهيستوريك نتاع الوزاره هذه دائما الشجره التي تغطي الغابه هي الرياضه. الشباب تقريبا الى حد الان موش باين في الوزاره، نحب نعرف شنو سياسات الوزاره فيما يتعلق بالشباب، وانت تعرف الشباب الان شنو الاخطار اللي تهدأ. انا طلعت على بعض المشاريع اللي عملتها الوزاره منها برنامج شباب ضد الارهاب، ما تحسش كانوا مثلا ما عندناش فعاليه. طلعت كذلك على مجموع ربما دور الشباب المنتشره في تونس كامله، وعندنا منها عشرات في قابس، ما عندكمش تقييم لاداء دور الشباب هذا في احتضان الشباب؟ شوفوا الوضع اللي قلته وضع صحيح، ولكن الوضع مش وليد اللحظه، وليد سنوات من معناها التهميش وسنوات من انعدام الرؤيه للمساله الشبابيه، وربما حتى وظفت في وقت ما اطراف ما، هذا كل مش باش نرجع عليه تو الوقت ما يسمحش، ولكن احنا اللي امكن نعملوه في الفتره الوجيزه هذه. اول شيء، اول مره في تاريخ وزاره الشباب والرياضه يرصد مبلغ قدره 2.5 مليون دينار لفائدة الشباب والأنشطة الشبابية الصيفية. السنة عملنا برنامج واشرف عليه سيد رئيس الحكومة ب 53 ألف شاب شاركوا فيه من كامل المناطق الجمهورية، وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الداخلية والمناطق الحدودية، كلهم كانوا متواجدين في دور الشباب. في الصيف هذه دور الشباب كانت كلها ملأة، وكان فيها برامج قيمة لتجذير روح المواطنة لدى الشاب، لتحفيزهم على ارتياد دور الشباب. ومن المنطلق هذا التشخيص تم، وحدثنا آلية بطاقة الشاب اللي اصدر الأمر 2 ديسمبر 2015 وأمضي هذا الأمر، ولأول مرة أيضا اليوم فما الأمر هذا باش يمكن الشباب المرتدين دور الشباب اللي سنهم بين 15 سنة و 35 سنة أن يتحصلوا على البطاقة هذه، وشرط أن يكون بطبيعة من مرتدي دور الشباب لتحفيزهم على ارتياد دور الشباب، وهي آلية من الآليات اللي باش تخلي الشباب اللي هجر دور الشباب لأنه ما لقاش فيها الظلط والمنشودة في الفترة مجددا، الآلية هذه باش تمكنوا بالتنقل بتعريفة منخفضة، دخول معنا جميع المصحات والمستوصفات عند الضرورة بتعريفة منخفضة وأحيانا حتى مجانية، دخول الملاعب، دخول النوادي الثقافية. هذا على الأقل آلية باش نحفز دور الشباب باش نقضي على هالمشكل. كما قلت أنت دور الشباب كان تقريبا مهجورة نتيجة ثم الوضع هذا، حبينا نحسنه بتوفير المعدات الضرورية. اليوم دور الشباب كلها مزودة بسعة عالية في تدفق الانترنت عن طريق اتفاقية برمتها الوزارة مع احد المشغلين لتزويد دور الشباب بالانترنت كلها مزودة. طورنا تجربة الراديو ويب في دور الشباب، اليوم عندنا اكثر من 55 راديو ويب في دور الشباب، وهي تجربة باش ننمي صحافة المواطنة وصحافة الشباب، واليوم عندنا شباب ناشط في عديد دور الشباب. اليوم اللي نجمنا نعملوه في الفترة القصيرة عملناه، ولكن عندنا رؤية للمستقبل في ضرورة انه الشاب القاية من احداث بطاقة الشاب انه تكون عندنا قاعدة لمعرفة شكون الشباب اللي يرتاد، شنو سنه، شنو شرائح العمرية. ثم احدثنا لاول مرة ايضا مركز اعلام وتوجيه للشباب، لانه المشكله هي مشكله التواصل مع الشباب. كلفه ماليه رصدناها فيها تقريبا 150 الف دينار، باش يكون هناك شباب متكونين موجودين في المركز الاعلامي مركز الشباب المغاربي بيرادس، مهمتهم التواصل مع الشباب من خلال بطاقه الشاب. من كل من هو مشمول بطاقه الشاب يكون عنده شريحه تجي فيها ارساليات قصيره حول البرامج، حول الومضات التحسيسيه، حول شنو عندنا في دور الشباب على كامل الجمهوريه، ونربط مع برنامج الشباب ضد الارهاب، وهو برنامج باش يمتد على 6 أشهر، وبرنامج مهم واعطينا انطلاق من المنيه لرمزية الزمان والمكان اللي كنا متوجهين فيه. نعرف انه الأستاذ رؤوف بن يغلان يحضر في مسرحية سماها إرهابي غير ربع، في الوزارة ما تقدروش كداش من عنا إرهابي غير ربع باش ننقذوه؟ شوف، هو تحيتي للسيد رؤوف بن يغلان واللي يعمل فيه عمل كبير، وهذا مهمته، هو يجب ينتقد ويجب يضع الاصبع على الداء ويجب يصلح ويعطي رؤيه، وكل غير ربع هو يحب يبعث به مساج. معناها انا ما تفرجتش عليها، ولكن اكيد باش يقول انه بالامكانيه انه نجم ننقذ هلا باش يولي الارهابي هذا ما دامه غير ربع، يعني ربع ساعه هذاك هو الوقت اللي نجم نلقوا به. لا، عندنا برنامج كامل متكامل. علاش احنا حبينا من خلال البرنامج هذا في اطار مقاربه تشاركيه، يعني حبينا نشارك معنا الشباب، ما يكونش برنامج فقط من الإدارة العامة للشباب على الشباب، وإنما باش نكونوا 2000 شاب في جميع دور الشباب على عددها تقريبا 500 في الجمهورية التونسية، وعندنا تشخيص
كما سألتني واضح وشافي على عدد المرتدين وعدد النوادي وقينا فما فرق، وهذا الإشكال هو تلقى عدد المنخرطين في دور الشباب ضعيف وعدد المنتفعين اللي والمستفيدين اللي يدخل دور الشباب كبير. إيش معناها؟ يعني فما شباب يدخل دار الشباب وما يكملش يبقى فيها، يعني ما يلقاش فيها الجاذبية، ما يلقاش فيها معناها الانترنت، ما يلقاش فيها القناة التلفزية اللي حبذها ويتفرج فيها، ما يلقاش فيها الرياضة. اليوم دور الشباب متاعنا ولات فيها ملاعب معشبة، دور الشباب ولات فيها تجهيزات الباهية، نحبوا نجيبوهم وعندنا زاد منشطين كفاء اليوم نحبوهم يجيوا كالمنتفعين ومستفيدين، نحبوه كيف يجي ما عادش يرجع. والبطاقة هذه بتكون الية للتواصل باش تعطيه زاد التونسي والشاب التونسي يحب على التحفيز، وظروفه المادية صعيبة وما يلقاش مصروفه ومصروف جيبه باش نحفزوه نتواصلوا معاه نجيبوه. والبرنامج هذا باش يكون معناها 2000 شاب باش يشاركوا فيه، باش يكون الشاب هذا هو اللي معانا في القوافل الشبابية، هو اللي معانا في بث الرسالة الإيجابية. اليوم إن شاء الله تنخرط كامل دور الشباب في الجمهورية التونسية في البرنامج هذا، باش يكون فيه تظاهرات رياضية، باش يكون فيه معناها كورال موسيقى، باش يكون فيه برنامج متكامل باش نقولوا راه شباب تونس راه فما صحيح شباب اللي قاعد ضايع وقاعد معناها خارج الأطر التنظيمية للدولة، سواء خارج المدرسة وخارج دور الشباب وخارج كل ما تطيح الدولة من إمكانيات الشباب، ولكن فما شباب مبدع وفما شباب متعلق. مهمتنا أكل العدد اللي هو اليوم خارج الأطر التنظيمية أنه نجيبوه لنا بطرق بيداغوجية وبطرق تنمي فيه روح المواطنة، وبمثل هذه الطريقة هذا أنا نحن نسميناه في وزارة الشباب والرياضة منظومة الدفاع المدني، لأنه فما الدفاع المباشر اللي هو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ولكن الدفاع المدني هو الصف الثاني اللي يجي. مش بعيد على السياق هذا باش نقاطعك مرة أخرى. فضل فضل. في إطار ما نسمع فيه من إمكانيات متاع تحوير وزاري، فما حديث على أنه قد تكون وزارة الداخلية تقسم ويخصص وزارة خاصة بالأمن. ما تحسش في وزارتك يمكن أن نتحدث على وزارة خاصة بالشباب تعنى بهموم الشباب وتنقذ من يمكن إنقاذه؟ هو أنا في تقييمي للتجربة أعتقد أنه بقى الوزارة لوزارة الشباب بالرياضة ربما أخذت كل ما يمكن من وقت وجهد ومال، والرهان الكبير اللي هو رهان على الشباب ربما تناقص. هو علاش الرياضة تاخو حيز؟ لأنه الشاب بطبيعته يحب الرياضة، لأنه اليوم الرياضة هي المتنفس متاع الشاب. شوفوا أنت أعطيني نهاية التظاهرة اللي تنجم تلملك 60,000 متفرج اليوم في تونس مع أداء التظاهرات الرياضية. الشاب بطبيعته يحب الرياضة، يحب جمعيته، يحب يدافع عليها. شفتوا أنتم اليوم ملعب القابسي مثلا معناها جهوية ولا معناها مطلب اجتماعي وناس الكل تحبه، سيد الوالي تحرك وناس الكل تحركنا لأنه الجهة تحبه، الشباب يحب الرياضة. لأنه أنا أعتبر الرياضة هي تعبيرة من التعبيرات الشبابية، لأنه عادة اللي يمارس الرياضة كما قلنا من 15 سنة ولا حتى أقل لل 35 حتى لل 40، يعني الرياضة بطبيعتها يمارسها الشاب ويشوفها الشاب وتستهوي الشاب وتستهوي غير الشاب أيضا. بالتالي أنا أعتقد أنه الفصل مش جايز، وحتى التجارب المقارنة لفصلة الشباب على الرياضة ما كانتش تجارب ناجحة، ولكن النجم أنا المعطى الشبابي نعطيه أهمية أكثر من خلال الإعلام، من خلال الرسائل، من خلال تواجدنا معها، من خلال التأطير التحسيس. هي الوزارة الإمكانيات المتوفرة فيها نعتبر ما زالت ماهيش الإمكانيات الكبيرة وإن شاء الله تتحسن، ولكن اليوم قاعدين نحاولوا بالإمكانيات المتاحة المتوفرة أنه نعطي رسائل من الوزارة هذه على وزارة الشباب أولا كما اسمها، وزارة الرياضة كذلك من خلال دعم الرياضة، لأن الرياضة معطى هام في التنمية، في بث التحابب بين الناس، في إعلاء راية الوطن، في الإحساس بالمواطنة اللي هي مهمة. يعني كيف الدرب التونسي يرفرف في أي تظاهرة رياضية راهو الناس الكل عينينا تدمع وناس الكل نحبه كل لحظة هذيك، وبالتالي الرياضة والشباب راهم متكاملين ومتناغمين ومراش موجب لفصلة للوزارة الشباب على الرياضة. عندكم برنامج جديد للحد من العنف في الملاعب الرياضية، علاش توا وعلاش هل تجاوزنا الحدود باش نعملوا برنامج خاص للعنف في الملاعب؟ وتحس يمكن نفصلوا بين العنف في ملاعب من خارج الملاعب؟ هو العنف مش الشريحة اللي تعمل في العنف في الملاعب هي بيدة اللي تعمل ربما في معاهد في أماكن أخرى. العنف في الملاعب هي ظاهرة موجودة في جميع أنحاء العالم، والعالم في عديد الدول تصدى للظاهرة هذه وقا نجاحات. تعرف أنت بريطانيا والهوليغانز ومشاكلهم أنا في جميع حتى في الشعوب المتحضرة، هي مشكلتها في الرياضة ربما كل التعصب للجمعية والتنافس. وإحنا تو ماشيين في إطار الوزارة أنا نحب نبث الرياضة للرياضة، الرياضة غير التنافسية، الرياضة للجميع، الرياضة وشغل، لأنه هذيك اللي تعطي تعاون حتى في مجهود الدولة في الصحة، تعاون في مجهود الدولة في التقارب والتحاب. هذه الرياضة بالمعنى الرياضة.
الرياضة، ولكن الرياضة التنافسية اليوم فيها مشكل، فيها مشكل. وأنا كنت أطلقت صيحة فزاعة في الوزارة وعملت اجتماع على وجه السرعة، وجعلت جميع الأطراف المتداخلة، قلت لهم اليوم لازم الناس كل تاخذ مسؤوليتها. من غير المنطق أن نروح حكم يتضرب، من غير المنطق أن نرى مسؤول يصرح تصريحات غير مسؤولة وهكا وكأنه شيئا لم يكن، من غير المنطق أن توصل بنا إلى هذا الحد. وأنا كان فما برنامج نخدم فيه، ولكن اليوم قلت أنه لابد من تقديم الجانب الردعي على الجانب الوقائي. البرنامج اللي كان موجود مع وزارة الداخلية، مع وزارة العدل، ومع الأطراف المتداخلة، كان برنامج وقائي، إحداث منظومة التذاكر الإلكترونية، إحداث بطاقة التعريف والهوية الرياضية، حث الجمعيات على التوعية، تفعيل لجان الأحباء، هذا الكل مكفاش. اليوم الجانب الردعي، وهذاك علاش عقدنا الجلسة على وجه السرعة، بعد ما رينا بعض المظاهر اللي ما هيش وما نحبوهاش، ففعلنا وطلبنا تفعيل قانون عدد 104 لسنة 1994 المتعلق بالشغب، وهذا قانون ردعي وفيه عقوبة كبيرة، فيه إمكانية حل حتى الهيئة المديرة للجمعية، فيه إمكانية إسقاط الجمعية للقسم الأسفل، فيه إمكانية شطب مدى الحياة. وفعلت أيضا وطلبت وزارة العدل أن تقف معنا في تفعيل حضور النيابة العمومية في الملاعب الرياضية، ولما لا تفعيل قانون التلبس. ما نحبوش نعاقبوا جمهور، ما نحبوش نعاقبوا جهة، نحبوا نعاقبوا المشاغب بذاته. ولذا فما إجراءات هامة إن شاء الله تطبق ونتبعوها، وعن أحدثنا لجنة لمتابعة أولا لتنقيح القوانين، ضرورة تنقيح القوانين ودعوة الجامعات إلى الجدية في تطبيق القانون، ثم لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات. سيد ولي ينبه فيه للوقت، يبدو أنه معناها حريص على نشرة الأخبار، لكن هذا ما يمنعش باش نعطيك سؤال أخير، تحوير وزاري على الأبواب، ماهر بن ضياء أين سيكون؟ أنا بالنسبة لي جندي من جنود تونس، مهما كان الموقع، سواء كنت موجود في الوزارة أو في غير الوزارة، فأني أعمل لأجل وطني. وناس كل تعرف ماهر بن ضياء اللي هو عمره ما خدم إلا الراية الوطنية، ما خدمت حتى مصالح مهما كان نوحة، ونعتز بالباساج اللي عملته في الوزارة، لأني عملت فيها اللي قدرت ولي نجمت من شغلي الشاغل، كان هو العمل متاعي لفايدة المجموعة ولفايدة المصلحة العامة. إذا كنت متواجد فسأعمل كما عاهدني الناس اللي يعرفوا ماهر بن ضياء من القريب وإطارات الوزارة، ولا كنت مانيش موجود فسأعمل أيضا لمصلحة بلدي من مهما كان الموقع. أنا اليوم نعمل لآخر لحظة، أستاذ رئيس حكومة هو اللي قيم. أنا اليوم جمعة ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يكفي. أنا اليوم نغرس في بذرة الخير، وهذا كان مطلوب مني. عندك ما تغرس عشية في جابس مضبية، ما زلنا معنا عمل متواصل ودائم ومتواصل. باه، شكرا لك سيد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة. كما نشكر السيد والي الأخبار وزيفان ثم معك التصويره.